أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا أحد الأخوة وهو من الشباب اسمه عبد الله من الرياض، يقول أريد نصيحة أقوي بها إيماني بحيث أكون قادرا على مجاهدة نفسي والشيطان، فإن الإنسان وخاصة الشباب يتعرضون للفتن الظاهرة والباطنة. عليك بتقوى الله عز وجل بمصاحبة الصالحين والأخيار والإكثار من ذكر الله ومن تلاوة القرآن، وعليك بطلب العلم على العلماء، وبذلك يعينك الله عز وجل ويذهب عنك ما تجد. نعم.